واحد، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه رائعه رائعه للشعر، يعني كتصلح للشعر الجاف، اي نوع ديال الشعر، كتنبت الشعر، يعني الا كان الشعر خفيف كيقوى. فيها بزاف بزاف ديال المنافع، ووصفه اقتصاديه، ويعني العناصر ديالها متوفرين في اي بيت، وصراحه ما فيهاش بزاف. انا راه كنجيب لكم وصفات، يعني كنجيبهم في المتناول، ما فيهمش بزاف ديال لي زانغغيديون، باش زعما ما يكونوا متوفرين ولا هادي. كنجيب يعني كنجيب وصفات اللي كيكونوا متوفرين. وهاد الوصفه صراحه رائعه رائعه. انا تقريبا راه شي 15 يوم هادي باش كنديرها على الشعر بنتي ولا شعري، صراحه رائعه بزاف بزاف. وكتدير حتى الخلفه ديال الشعر كتبدا كتنبت. كنحتاجوا فيها على بركه الله القرنفل، معلقه ديال القرنفل، يعني القرنفل راه فيه منافع بزاف وفوائد بزاف كثيره للشعر، سبحان الله العظيم. هذه النبته كتحتوي على بزاف ديال المعادن والفيتامينات، يعني مضاده للبكتيريا، يعني فيها بزاف بزاف. يعني واخا نبقى نهضر لكم على القرنفل، يعني ما غاديش نقول كل شيء عليه، وفيه فوائد جماليه زعما عديده بزاف بزاف. اهمها انه كيدور الدوره الدمويه ديال الشعر ديال الراس، وكيحافظ على الشعر من التساقط من الشيب، يعني راه فيه بزاف بزاف المنافع. وكيقضي على الشعر الابيض، يعني الناس اللي كيجيهم الشيب المبكر، راه القرنفل يعني كيقضي على الشيب المبكر، وعنده يعني فوائد عديده. يعني راه الا كنتو كديرو غير هو مع الزيت، راه المنافع ديالو عديده بزاف بزاف. كما سبق وذكرت لكم، كنديرو جوج معالق ديال القرنفل ومعلقه ديال الصانوج او الحبه السوداء، على كل واحد على حسب ما كيسميها. الصانوج وكذلك حتى هو يعني عنده منافع بزاف بزاف للشعر. كيغذي بصيلات الشعر، كيساهم في منع تساقط الشعر، كيزيد من الكثافه ديال الشعر بشكل كبير، يعني كيقوي الشعر بواحد الطريقه عجيبه. وتقدروا تستعملوه بشكل يومي، او تقدروا تستعملوه صباح ومساء. انا صراحه هاد الوصفه ما كنديرش ليها الوقت. وكذلك حتى هو كيحارب الشيب المبكر، يعني هاد جوج مكونات الى جمعناهم، يعني راه الشيب راه ما كيبقاش يبان يعني نهائيا. صراحه راه رائعه رائعه، من الاحسن بنادم يداوم هادشي الطبيعي بلا من الصباغه. يعني الصباغه كديرها 3 سيمين كيبدا يبان لك الشيب، ماكسيموم 3 سيمين الشيب كيبدا يبان. وكنحتاجو كاس ديال الماء، يعني الماء كيبقى على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا. انا تقريبا هنايا درت كاس ديال الماء. كنجيبو واحد الكسرونه اللي كنديرها فوق النار، كنوضع فيها الكاس ديال الماء، وكنوضع عليها العناصر، وكنخلي العناصر فوق النار مزيان مزيان حتى كتغلى العناصر، وانا نرجع لكم ان شاء الله. وهاني رجعت لكم بعد ما الخليط ديالي كما كتشوفوا راه طاب واللون ديالو تغير. كنفرغوا في واحد القرعه اللي كيكون ليها الرشاشه باش تحكموا فيها على حسب الشعر واي حاجه متوفره عندكم.
وانا كنستعملو تقريبا جوج المرات في النهار، كنستعملو الصباح وفي العشيه. يعني راه كتلاحظوا الفرق من 15 يوم الاولى كيبقى يبان لكم، يعني الفراغات ديال الشعر كيبداو كينوضوا كيتغير اللون ديال الشعر، كيولي واحد اللون فيه رائع، وحتى الريحه ديالو راه زوينه. وكنتمنى ان شاء الله منكم تجربوا وتردوا عليا في التعاليق. واذا كنتوا اول مره كتدخلوا للقناه ديالي ما تبخلوش عليا بلي زابوني ولي لايك، وبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. والسلام عليكم.